مناسبة ديكا 25 سنة لطاب وصاحب الجلالة على العرش، كانت هذا أسبوع حافل بنشاطات اللي هي ديال الافتتاح أو التدشين أو إعطاء انطلاقة لواحد العدد ديال المشاريع، مشاريع اللي هي كبيرة بالنسبة للمدينة واللي غيكون عندها واحد الصدى طيب عند المواطنين وعند الساكنة. وهاد المشاريع هي مشاريع ملكية وأوراش كبرى، والفضل يرجع لصاحب جلالة الله ينصرو. وحنا بهذه المناسبة من هنا من مدينة أكادير بالنسبة لهذه المشاريع كلهم اللي تعملوا، الساكنة كتشكر صاحب جلالة على هذا العمل الكبير اللي تقام في وسط المدينة. وشفنا منتزهات، شفنا ملاعب رياضية، يعني مراكز ديال الثقافة، حدائق، طرق، المدينة تحولت، المدينة ولات يعني رجعت الجمالية ديالها وأكثر من اللي كانت، وهذا شيء جد إيجابي. والحمد لله مدينة أكادير كاينة في 2025 في كأس أفريقيا، كاينة كذلك في كأس العالم ديال 2030. الدينامية مستمرة لتحول المدينة بفضل صاحب الجلالة وبفضل يعني كل الإمكانيات اللي أعطاها لهذه المدينة باش تكون يعني في المستوى ديال الرقي ديال باقي المدن المغربية.